18 طبيبا تنافسوا في الانتخابات الفرعية لنقابة أطباء لبنان في بيروت لاختيار 4 أعضاء جدد، وقد فاز دكتور جعفر عباس، دكتور علي حماني، دكتور ويليام معوض ودكتور رائف رضا. لائحة التضامن النقابي التي تضم تحالفا بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ومستقلين وعد فائزوها بتحسين وضع الطبيب اللبناني. نحن هلا بنقابة الأطباء إن شاء الله عم نشتغل على قانون يحسن وضع الطبيب المادي والمعنوي والحصانة الطبية. بالعمل النقابي بالأطباء في عادة خلافات كثير، نحن نحاول نقرب وجهات النظر ونحاول نشتغل لمصلحة الطبيب بكل لبنان، ما نميز بحدا بين حدا. مشروعنا إنه نبقى هون، الطبيب اللبناني يبقى بلبنان، ونحن كتيار وطني حر تابعين سياسة الانفتاح، سياسة التعامل مع الجميع. نشتغل أكثر مش كتحالفات سياسية، كتحالفات نقابية. نجاحنا هو نجاح لكل أطباء لبنان، هذه أنا بقولها. والمرحلة النقابية هي مرحلة عبور يعني للأشخاص يلي هن بدهم يستحقوا النقابي. أنا بتاريخي كل الناس بتعرف أن مستقل نقابي. 1511 طبيبا شاركوا في العملية الانتخابية التي جرت بديمقراطية. اليوم مجلس النقابي الجديد راح يكمل العمل بنفس النهج اللي اتبعناه من سنتين لمصلحة المريض أولا والطبيب ثانيا. نحن هذا اللي بهمنا بالدرجة الأولى مصلحة المريض بالمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة. نتمنى إذا كان في بعض المشاكل بين الأطباء والتسعيرة الجديدة اللي بدهم يجوا هلأ على النقابة الأربع أعضاء جداد يحلوا هذا الإشكالات، لأنه ما نبدي مصلحة المريض على مصلحة الطبيب ولا المستشفى ولا الوزارة. حضور سياسي لافت شهدته الانتخابات النقابية فضلا عن تحديد أطر لتحسين القطاع. اليوم انتخبت بصفتي كطبيب، بصفتي كسياسي لجنة الصحة النيابية عقدت اجتماع مطول هلا مع نائب الأطباء وبعض أعضاء مجلس النقابي. ناقشنا كل المشاكل المرتبطة اليوم بالقطاع الصحي، ونحن بإطار خطة تعافي صحي صح التعبير. وانتخاباتنا ما بحياتها حتكون بهالنقابة تحديدا، ما إلها علاقة بالسياسة، إلها علاقة بالمهنة وإلها علاقة بتطوير المهنة، لأنه بس نطور المهنة بنفيد البلد. إذن همان يتشاركه الفائزون والمعنيون في هذه الانتخابات وهما تحسين وضع الطبيب وكذلك المواطن اللبناني.